السلام عليكم، معكم محمد صاحب قناة صناع نجاح الفصالة والخياطة. اليوم جينا محضر جديد، هذا من أعمال تلميذتي اللي اليوم خدمته. غادي تخدم لكم أشنو خدمته، وغادي تقول لكم الطريقة اللي خدمت هذا العمل اللي خدمته. السلام عليكم، أنا إحدى تلميذات الأستاذ محمد. لمدة عام قمت بفصالة وخياطة هذا المعطف كما ترون. هو من الأمام على شكل كخوازي بالفرنسية، ياقة على شكل دائري كما ترون هنا، به قصة بالأمام والخلف من الكتف إلى الأسفل، نفس القصة بالخلف وبالوسط أيضا، من أجل إعطاء شكل وقوام مناسب. هنا جيوب كما بدرس الأستاذ محمد بالفرنسية باسبوالي، كما قمت بإضافة هاته الزينة هنا. وأعطونا رأيكم، أنا مبتدئة مدة سنة، فأعطوني رأيكم بهذا المعطف، هل هو جيد؟ هل أستمر أم لا؟